في إطار توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني الهادفة لتخفيف معاناة أبناء قطاع غزة، أعلنت الخدمات الطبية الملكية مبادرة إنسانية جديدة تحمل اسم استعادة الأمل، تهدف إلى دعم مبتوري الأطراف في غزة وتقديم العون اللازم لهم. نرجو من الإعلام يساعدونا برضو أنه يوصلوا الرسالة لأي شخص حاب يتبرع، أنه إحنا الهيئة الخيرية الهاشمية جاهزة للتبرع، وفي حساب خاص لهذه المبادرة، والإشي وبرضو الجهات اللي إلها ناس في غزة حابة تستفيد من هاي المبادرة إنه برضو يقدروا يروحوا على المستشفى العسكري في خان يونس كمرحلة أولى ويأخذوا الأطراف الصناعية من هناك. العميد مصطفى الحياري مدير التوجيه المعنوي قال أن الخدمات الطبية الملكية بتوجيهات من جلالة الملك قد اتفقت مع شركتين متخصصتين في تطوير تقنية جديدة تسمح بتركيب الأطراف الاصطناعية خلال ساعة واحدة فقط، وهذه التقنية الحديثة تمثل نقلة نوعية في تقديم الدعم الطبي لضحايا الحرب في غزة، حيث يقدر عدد مبتوري الأطراف هناك بحوالي 15,000 شخص. أكثر من 14,000 مصاب ممن فقدوا طرف أو أكثر بمشروعنا هذا. التميز ليس فقط من ناحية ضخامة العدد ولكن أيضا من ناحية السرعة، فمثل ما بيحكونا أصحاب الاختصاص راح يكون تركيب الطرف الصناعي بأقل من ساعة. الجميع بيعرف أن الأطراف الصناعية بدها أشهر من التأهيل والتدريب للمصاب وأخذ القياسات وتصميم الطرف الصناعي، لكن إحنا هنا في عنا عامل الوقت مهم جدا خصوصا لظروف أهلنا في قطاع غزة. أيضا من اللي عرفنا أنه هذا الطرف الصناعي بكبر مع المصاب، على سبيل المثال لو ركبنا لطفل عمره 5 سنوات بسن 10 سنوات تحتاج لطرف صناعي آخر، لكن هذا يتم تعديله من خلال زيارة قصيرة لأحد المراكز المختصة أو حتى من قبل المصاب نفسه. تم اتخاذ القرار بإنشاء مستشفى للنسائية والتوليد. الآن يا إخوان في أكثر من 50,000 حامل موجودة حوالي المستشفى اللي بخان يونس بسبب اللاجئين اللي موجودين بالمنطقة ذيك، أعداد كبيرة من اللاجئين، والآن الحوامل بحاجة لرعاية صحية. بالإضافة للحكي هذا مستشفى آخر متخصص بعلاج حالات البتر وتركيب الأطراف الصناعية اللي مدار البحث اللي قاعدين نحكي عنه، لأن قديش في إصابات فيها بتر موجود والآن هاي بحاجة لإدامة، خلينا نحكي لأطراف صناعية. أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي قال أن الهيئة ستقوم بشراء الأطراف الاصطناعية مباشرة من الشركات المصنعة وتزويد العيادات المتنقلة في القطاع بها لضمان السرعة والكفاءة في توزيع الأطراف للمحتاجين. ستتولى الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الحشد الدعم المادي لمثل هذا المشروع سواء من داخل الأردن من الشركات والمؤسسات والأفراد ومن خارج الأردن من خلال الدول الشقيقة والصديقة وأيضا من خلال المنظمات التي تهتم بمثل هذا الشأن وبمثل هذا الأمر، اللي ندعو الكل للمبادرة في دعمه نظرا لأهميته ونظرا للاحتياج الكبير للأهل في قطاع غزة. إذا بنحكي عن 16,000 مصاب وتعيد لهم إمكانية الحركة فأنت أعطيته حقيقة يعني إمكانية حياة جديدة. تعد مبادرة استعادة الأمل خطوة هامة على طريق دعم الأشقاء في غزة، وتؤكد على الدور الريادي للأردن في تقديم المساعدة الإنسانية والعمل على تخفيف معاناة الفلسطينيين في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها. اجت لي شو اسمه انه فيزا نطلع على الاردن وحط على شيء مقبول اطراف، وشكرا للخدمات الملكيه الاردنيه ان هي ركبت لي اطراف وخففت من معاناتي، يعني كثير كثير بتشكرهم انه يعني انا مش عارف بدون امبارح اقدر امشي، يعني خففت كثير كثير من معاناتي. نظرا للظروف اللي بتمر فيها غزه والازدياد عدد اصابات البتر حالات البتر وحالات البتر المنقذه للحياه في غزه، ونظرا للظروف انه ما في بنيه تحتيه ما في مراكز اطراف متخصصه، سيدنا الله يطول عمره الله يحفظه طلب حل المشكله سريع جدا، بالتالي انه زاد عدد المرضى المبتورين بشكل عظيم وما بتقدر انت تحرك ثاوزندز تجيبهم تطلعهم من محلهم، لانه بالعاده المريض اللي لما يتعرض للبتر بينتقل لمنطقه امنه وبتم تركيب الاطراف الصناعيه وبده يراجع من 3 لـ4 شهور.
التكنولوجيا الجديدة اللي لقيناها انه انت تستطيع انك تركب الطرف خلال ساعة او ساعتين بالكثير، المريض يستطيع ان يقوم بعدها ويمشي ويصبح معتمد على نفسه، وبالتالي يستطيع انه يندمج في مجتمعه مرة اخرى، يستطيع ان يطعم نفسه، يستطيع ان يعود الى عائلته، حتى التحرك الحركة تاعته بتصير اسهل.